بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. درسينا ما انتحوك باللابنا آيات بقول يكونتون يسديدات سورة الأعراف. إلهي وحوليه يقول وحد ترى هذا النبي محمد: يا أيها الناس ضد كانوا إني أنيو رسول الله إلهي كي أو صدري أيانا هاي إليكم حقنا أو صدري جميعا لما أنت حالاتهين الذي أليه مد أو صدري أيانا هاي له أسقنا ذي ملك السماوات عرارك بغرتو يدودو يو الأرض لرالك بغرتو يدودا لا إله إلا حق لغو عبدهنا مجرو إلا هو أساقاس مويه يحيي الله وان نوليا عدي لنولينا ويميت وان أودلا وحي الإيمان آية فآمنوا مرك رمية دضو بالله الله رمية يو رسوله رسول كيس الله أو صدري وفرتيمه سأوسو ديبي رمية النبي نبي رمية الأمي أمي أها رمية الذي نبي رمية يؤمن رمينا بالله الله وكلماته كلمات كيسة واتبعوه رسول كاسنا الراعة لعلكم تهتدون لكي تهتدوا سادو هنونتان وطوستان وعن كذلك تجرني تفسير كي سورة إهات سورة الأعراف سيقارة وحن كذلك تجرني ماشي إله ورمي سبحانه وتعالى قصدي نبي موسى عليه الصلاة والسلام إيوه وحي ربي بنو إسرائيل كصاب سنة إلهي سبحانه وتعالى ما شاء وحو كعدي إن نبي عليه الصلاة والسلام أويهي داد كدمان تود نبي الله صادري يا رسولك الله صادري يعدي فرتين تلوغوسو ليبي نبي عليه الصلاة والسلام أم بيدي هوري وحيابة وحاجرة أو أغدونا وحيابها سوءه وحيابه وأن بيدي هرؤوا فضل بدنا نبي عليه الصلاة والسلام وحيابها سوءها كم إذا أن بيدي هرؤ نبي والبو كم إذا وحلو سو دراي قوم كيسا سيقار اللو سو دراي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن أساقا أمد أردان أيا الله سو دراي جنية إنسي الله سو دراي عربي عجم أيو نبي ونبي وها عليه الصلاة والسلام إلهي مركو حويل وقول وحد ترى نبي محمد يا أيها الناس داد كانوا كو هدى جوغو يكو إما دونو إني أنا ورسول الله إلهي كي أو فريمه سأسو ديبي أيان هاي أو إليكم حقي نانا الله سو ديرو حقي نا فريمه اللو سو ديبي جميعا لمانتين حالاتهين أيضا ليدن كلا ريبينين عرب إي عجم يكو هدى جوغو يكو إما دونا جيني إنسي أن ليدن كلا سارينين عدان إيا مدو تونا الذي أليه رسول كي أو سو ديري أيان هاي له أسقه أسقنا ذي كليجيس ملك السماوات عرارك تضبضة بغرتو يدودو يوحكو نحسوغان بغرتو يدودا يو الأرض لرالك تضبضة بغرتو يدودو الليها أسقنا ذين عدي أو صدري أيان أهي كلها لير كذبنا إلهي وحوير لا إله إله حق لغو عابده مجرو إلا هو الله اسمه الله اس نبي محمد صدري عرارك بغرك لولالك بغرك أدوني آخرة بغرك إذا الله سعيد عن هين وعبادة مضانو مجيرو يحيي الله وان نوليا ويحي أو دون إنو نوليا ويميت وان أو دلاهو نفتو كاقادا عدي أو دون إنو نفتو كاقادا المحيي والمميت متك وح دلاه وحنا نوليا والله سبحانه وتعالى تلمامها من نوحي كمدهين تلمامها إله سبحانه وتعالى أولا قار كيهي كون مدنيه إن كرجي عبادة لغصيه فآمنوا مرك الرماية دضو بالله الله رماية ورسوله رسول كي سين الرماية رسول كاسواكي رسول كي النبي نبي أها الرماية والله خبر أيو الله وحيون أيو وحي جو حلقو سين أي رسول كي الأمي أمي أها وحمل كقرن أن كعكرين أصون أن وحقوري كرين رسول كاس رمية رسول كاس نوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمي وها النبي عليه الصلاة والسلام وحلو نسبيه يديس
حاجة قرالك إيه إن وح لقراه فر لبرتو فر تليقانه إيو وح كوسابس وح قران إن لك عيو سيدي هو يدي أي ولا شيء أيو كروكاها النبي عليه الصلاة والسلام هرين تاسونا وحي وجه النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة يوهد فضل إيو وناج يا شرف أي يوهد معجزوين كي النبي عليه الصلاة والسلام لو تاجر أرين كم يدي أرين تان محي لي هدي النبي وهالها أحد وح قراء وقراءة وح أخرية وح ضال عذا وأبلا جش كلها قرآن كنبي عليه الصلاة والسلام وآخرنا هو ضد كقارة وحي ليلة هاي كتبته هو رأيه كسر ضال عذي من كان وانين قراءة وانين فلانة وانين حاجة وح كأنا إيه على ليلها لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مرقتي لجية وعربتي نبي قال لنا ولد إيه قنان يوجه النبي إنه صاهين مد وح قراء وفرت يقانا وحمل كيا لنا كعكرة إنه صاهين أيوك markii arkeen hadana waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam afkiisa ka burqana ho xikam ah oo quraan ilaahay ah arintaas waxay dadkii ku noqotay mucjiso iyo fajiis ay ku noqotay alladhi nabiga rumeeyay yu'minu asagu rumeynaayo billahi allah asagu rumeynaayo iyo kalimaatihi iyo ilaahay kalimaadkiisa quraanka oo nabiga lagu soo dajiyay nabiga rumeynaayo rumeeyay dadu nabiga rumeeyay leedin leeyahay asaga wuxuu yahay ahad allah ku xiran subhana wa ta'ala wixii marka ilaahay oo wasaga idinkugu soo dhiibay ka rumaysta oo ka qaata nabinimadiisana ictiraafa sida asagu oo allah u caabudaana idinkuna saasoo kale allah u caabudo subxaana wa tacaala ambiyada ilaahayna ma ahayn dad khayrka iyagu dadka fara laakiin iyagu dadka sharta iyo xumaanta u diba mareeya ma ahayn wattabicuuhu raacana nabiga nabi maxamed dadow lacallakum tahtaduuna ilikay tahtaduu si aad u hanuuntaan ood u toostaan oo wadadii jannada aad ugu dhacdaan nabiga raaca calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacitaanka marka nabi maxamed waa waajib qof walba oo jooga xilligii nabiga lasoo saaray kadib calayhi salaatu wasalaamna oo nabi maxamed wuxuu allaah ku caabuda aan uga dayana waxaas uu cibaadada ku sheegay cibaado maaha waa wax buray waa halbacaad lagu lisay camal saalixa haddaad maqashana waa camalkii laba shardi leh كي إلهي درتي الله سمعيه سبحانه وتعالى وإلهي الله خالص يالو إيو شرد لبادو أه النبي عليه الصلاة والسلام لوغا طيانا أيو النبي محمد سادرتي هذا إلهي وحولي واتبعوه النبي راع ضدو لعلكم تهتدون إلي كي تهتدو سادو هنونتان راعتان كنبي هنونكا كحرن قفك نبي راعي واي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قفكاس يهنون وكلفوجهين واللنسين يهي قفكاس وأنبضي كمي يقانو إلهي الصو أروريو ومن قوم موسى نبي موسى قوم كيسا وحا كمدا أمة كوح يقرا ويهدونا تتك كهنونية وناجا بالحق حاليهم كو حقا كتل ما من أيوه حق ديهان مركاس وبه حقنا يعدلونا كو تتك كو قال حكما وكو قرصور وكو عدالة سمية يواي ربن إسرائيل حمان ندو دي إن بدون كمدا مركي لغسوا ورما إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى ربن إسرائيل dhammaantood inaysan xumaanta isku waafaqsanayn ee reer banu israa'iil laga helayo dad iyo koox iyo qolo ahlu xaq ah oo iyaguna xaqa ku taagan dadkana xaqa ugu yeera kitaabkoodii towraad ahay ama injiil ahaana ku dhaqma dadkana ku xakuma si cadaaladan dadka ugu xakuma ugu maamula oo aan wax rishwa iyo laaluush iyo midna aan qaadanaynin ilaahay marka wuxuu yidhi wa min qowmi muusa muuse قوم كيسي وحا كمدا و رير بنو اسرائيل امة كوح او يهدونا دادك كتو سنا و داد حقا او دادك هنونينا او خيرك دادك اوغييرا بالحق حال اي كوا سويهين كوا حق قرد ايهانو ايو اهلو حقا دادك نوي هنونينا ايان او خيرك اوغييرا ايان ايو نوا اهلو حقا و اهلو خير و به حقا يوحي الهي او سودتي ayayna yacdiluuna ku cadaalad samaynayaano dadka hadday kala xukumi tagaan waxay ku kala xukumayaan kitaabka ilaahay uu soo dejiyey ayadoon waxna lagu darin waxna laga dhimin laaluush iyo midnana aan la qaadan waqacnaahum ilaahay wuxuu yidhi waa aan jarjarnay ree bani israa'iil ithnatay casharata 12 xaalayihiin asbaatan qabaa'il xaalayihiin umaman kooxa xaalayihiin وأوحيناه وحانا أوحينا إلى موسى نبي موسى إذ وقت استسقاه أو كورابد البي موسى قومه قوم كيسو
أنيضرب أيان وحيوني قراع بعساك أشاد كقراع كلفو الحجر دقحي فانبجست كدبنا ويبرقتي منه دقحي وحا كبرقضي 12 عينا لبي طبان إلوت قد علم وو أغادي مركز كل أناس تدياو كستاهي مشربهم إشو دي أي كعب الهايين وظللنا وانا هريني عليهم دشو دا الغمامة ضرورة أيام كهريني وأنزلنا وانا سودة جيني عليهم دشو دا ريبان إسرائيل وحان كو سودة جيني المنا وحي إلهي أكو قال الله يستي أو ملبك وإكا يو السلوى شمبركي سلوها أها وحانا كوني ركولو عنا من طيبات ما كي كويسة ونواناكسا وحكا عنا رزقناكم أن كو أرزاقني ونو كو قوذيني ريبني إسرائيلو وما ظلمونا إلهي وحويري أنك نما ظلمين نما قرد الرئيسا أنك نما ديبين ولكن سكانوا وحي أهايين أنفسهم يظلمون نفوه ذكوا ظلمي أي أهايين ما داما أن وليكو قد جرنو قصدي ريبني إسرائيلي وحكو سابسا أي إلهي سبحانه وتعالى وحكو ورمي حلي ريبن إسرائيل نبي موسى ولجوج عليه السلام وحيابه دعي وحكمي ذا ريبن إسرائيل مركي إلهي سبحانه وتعالى فرعون إيو قميسي جيسي وكبد بادي بدينا للتلابي لببضان نأي جيستين ونبي عليه السلام وحبضان كده بوريجين نبي موسى أوامر تيسين أي خلافين أيام مركي دنبا وحال ليري وحاد قشان ونمانك هايستاء وواهور إذن كسو صاري أتكسارتان بيت المقدس أما أريحا مقالة اللي يرهدو نمان عمالي غالة بيه جيرانا واي دقنايونو آدوا وينا ماشي مركا إيا مقالة دي قليتان كيدي وإكا عبصدين سورة المائدة سامكسو مرنبا واحد لها نبي موسو أنو نمان كاس أمت تيجي كرنو دقالنا كلمة هور تيجي كرنو أمنا بريري كرنو نمان كمقالة ده هايستا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون أدقي ربقا إسراعو دولان كقادة annaguna halkaan si faafadhinayna ayde way diideen in dagaalkii qaadaan dagaalka wax ka galaan kadib ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku ciqaabay 40 sano oo iska daba wareega oo wareer ah oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ay saa aqoonin oo bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koofur ay saa kala aqoonin oo saaki haday dhaqaaqaan fiidki ay ku soo laabanayaan meeshii saaka ka tageen beer haday tacbada maagaan ماشي بيرتو كتي لوا قو وينايان عيل هدي آدم ماغان وبيا كدونا ماغان هدي عيل كمانتا أركان بري عيل كما قو كران يا ماشي عيل كويل ما اللير نمطا غاني تاس كيدا بوريغا كدب إلهي سبحانه وتعالى سيو النورادان حبسيغا إيا لغو قودي حقيقة تنددكا سو حبسي كتي لين واغاس أفرتان سنو حبسي وان حبسي كور كفران وان أفرتان كاسانو حبسيغا waxay u baahdeen waxyaabo lagu qoodiyo maadaama ay maxabiis aan shaqeysan karin ay yihiin sida maxabiista madaxda iyo dadka u xiranba in la qoodiyo wax la siiyo aan looga marmaynin ayaa iyagana wax loo siinayay wixii la siinayay marka waxay noqdeen cunno iyo cabitaan cunno waxa looga dhigay almannu iyo wasalwa wax la yiraahdo almannu waa shay sida dhadada oo kale u dii jiray oo cirka ka dii jiray xilliga waagu bariyo ilaa qoraxdu ka soo baxdo ayaana sheegaas u geedaha ku soo kordhagay malabkana waa u dhadhanakaayo waa u macaanaka markaasay waagu markuu bariyo waxay ka gura jireen geedaha korkooda meel walba markaas ay wareerka ku maraayaan jeeska daba wareega sidoo kale waxa la sii jiray asal waa wax la yiraahdo oo shimbira ah badday ka soo yaacayaan waa u imaanayaan waa shimbira hilibkooda uu macaan yahay kadibna waa qabsanayaan shimbiraha shimbiruhuna waa isku dhiibayaan waa birbiraysanayaan nin walba uu soo doono oo u karsan jiray shimbirkaas soo doonana waa u duba jiray xagga cabitaankana markay oomeen oo aqsoobeen ayay nabi muuse ku calaacaleen calayhi salaatu wasalaam markaasay dhaheen waa aan oonay waan haraadnay waxaan rabnaa inaan biyo helno ilaahay marka nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray dhagax dhagaxyadii meesha yaalla ka mid ah inuu ku dhufto ushiisa kadibna dhagaxii ayaa waxaa ka burqaday 12 ilood il walbana dur dur socday nood 12 qabiilna way ahaayeen 12kii qabiil qabiil walba ka midhu wuxuu ku aaday oo ku toosay 12kii ilood il ka mid ah dhagaxaasuna culimada qaar waxay dhahaan waa dhagaxii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam dhar kala cararay qaar waxay dhahaan waa dhagax kale oo gaar ah qaarna waxay dhahaan waa dhagax walba
mucjisaduna waxay ku xoog badan tahay in la yiraahdo meel walba uu maraa dhagaxa uu ku arko ayuu usha iskaga dhufanayay markaas 12 ilood ka burqanaysay dhagaxa. Marka reer banu Israa'iil saasaa loo qaybsho 12 qabiila ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala, qabiil walbana uu aad u fara badan yahay. Ilaahay marka wuxuu yidhi waqadacnaahum, waa aan googoynay reer banu Israa'iil 12 xaal ay yihiin 12 asbaaqan, xaal ay yihiin qabaa'il, umaman ummado, xaal ay yihiin iyo dad dadweynayaal oo fara badan ayaan u jarjarnay 12 qabiila laga dhigay. Wa waxayna waan u waxyoonay ilaa Muuse nabi Muuse id waqti istasqaahu oo ka waraab dalbay qowmuhu qoomkiisu reer bani Israa'iilaha, waa tiiha xilligay ku jireen 40 sano wa oo iska daba wareega ku jireen 40 sano, ceel iyo balli iyo midna kuma hagaagi karaan iyo webi, dad waxa waaye jihooyinkii dhamma ay ka lumeen. Ceelkii marka hadday maanta arkaan berri ma arki karaan. Waxay leeyihiin marka nabi Muuse waa haraadnay waa oonnay, kadibna nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam saatan uu sameeyey. ووحينا ووحينا إلى موسى نبي موسى إذ وقت استسقاه أو كوراب طلبي موسى قومه قوم كيسو أن يضرب أنت ومفسرة وحان ووحينا يضرب قراع وكله فبعساك أشهد كله فالحجر ريح كله كدبنا وكله فتأشي ريح فانبجست ويبرقت منه ريح وحا كبرقضي 12 لبي التمان عينا إلا لبي التمان إلا ضيا كبرقت لبي التمان تك إياك دلعاد قد علم الى وحور واو اوغاداي كل اناس دد ياو كاستاهي يا قبيل والباهي او 12 قبيل كميدا ما شربهم اشي او عابلها يا دركي او عابلها يا ماشو ككالين غلي لها واو اوغاداي سي 12 قبيلنا وا اهيين 12 الودنا وا برقانيسين وظللنا وان هريناي عليهم دشودا وحان كو هريناي اون هر كركود اوغا دغناي الغمامه ضرورتي عاد عديت oon mugdiga lahayn se geeday ku hagaagaan iyo geeday harsadaanba may arki karaan oo geedkii ay gelinka hore harsadaana gelinka dambe ma arki karaan. Har marka waxaa looga dhigay daruura cadcad oo harna u noqda mugdina aan ka dhigaynin dhulka. Wa anzalna waxaana soo dejinay calayhim dushooda almanna ayaan ku soo dejinay, shaygi malabka u eka, xagga macaankana malabka ka shaabahay, xagga midabkana malabka u eka, geedahana kusoo kordhagay iyo wasal waa shimbirkii shimbir badeedka ahaa. Kuluu marka waxaana ku niri cuna min qayibaati maa, kii kiisa wanaagsan wax ka cuna, rasaqnaakum aydinku arsaqnoon idinku quudinay oo manniga iyo salwahay wax la midka ah. Wamaa dalamuuna, nama isa dulmin, nama gardaraysan, waxba nooma dhibin ayaa ilaahay yidhi markay awaamirteenna ay caasiyeen. Walaakinse kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafiyaashooday yadlimuuna, kuwii dulmiyo awaamirtii ilaahay way khilaafeen iyo awaamirtii nabiga nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam ay diideen, waxay ku muteen ciqaabtooday ku muteen. Cid walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caasidana, cid ilaahay wax ka dhibtay maahane, waa cid ayada nafteeda wax ka dhibtay. Maxaa yeelay cisyaanka ilaahay la caasiyey iyo khilaafka ilaahay amarkiisa la khilaafay waxaa qofku ku mudane ciqaabtiisay ku mudane, geel ragaadka isaga isku fogeeya. Wa darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclam, wabillahi atawfiiq.